هنا فتحنا طبعا ملف النادي الاهلي، شايف مشاركه النادي الاهلي لكاس العالم للانديه المره الثانيه زي على التوالي، والله رايك كده وجهه نظرك يعني. دي حاجة كبيرة طبعا. يعني هو النادي الأهلي نادي كبير وده طبيعي. يعني أنا زي ما قلت لك النادي الأهلي والزمالك أفضل ناديين في أفريقيا، فأفضل ناديين في أفريقيا ده الطبيعي منهم وده اللي المفروض ايه اللي دايما بيميز متعودين النوادي دي عن غيرها؟ في مصر ولا بره؟ لا في مصر طبعا. لا هو بص الناديين بالنسبة لي يعني، وبرضه بيراميدز دلوقتي ماشي في الطريق ده أو فيوتشر كمان ماشي في الطريق ده، في أندية برضه بدأت فيوتشر تاخد نادي قوي جدا حاليا. بالظبط. يعني الناديين بدأوا ياخدوا الأهلي والزمالك بعتبرهم مثلا قدوة ليهم، لأن هم دلوقتي قدوة للأندية المصرية كلها. اللي بيميزهم أنا بشوف إن هم عندهم سيستم ماشيين بيه، يعني يعني غير أي نادي تاني. دايما عندهم استقرار فني، دايما عندهم استقرار إداري، دايما عندهم دعم جماهيري، دايما عندهم جماهير ما بترفض الخسارة، دايما عندهم جمهور لو خدوا بطولة النهاردة عايزين ناخد بكرة بطولة جديدة، ما فيش حاجة اسمها بطولة وخلصت. فده دي كلها دوافع ودي كلها حوافز بتخلي اللعيب دايما اللي بيلعب في نادي الاهلي او كمنظومه محطوطه، مش عايز اقول تحت ضغط، محطوطه تحت تاثير ان احنا عايزين نحقق حاجه. مسؤولية يعني. بالظبط طول الوقت تحت ان هم عايزين نحقق حاجه ترضي الجمهور. فده بعتبر ده اللي مميزهم يعني.